الجمعية متاعنا هي جمعية ثقافية بالأساس. اليوم إن شاء الله باش نعلنوا رسميا عن بداية النشاط متاعنا، وعندنا برامج إن شاء الله متاع نوادي إن شاء الله في المستقبل القريب نعرضوهم إن شاء الله. اسم الجمعية الثقافية سينماتوغرافية عتيق. أهداف الجمعية؟ أهدافنا إن شاء الله باش تكون متنوعة. عندنا برنامج ثري ما نجمش نسردوها توا، خاطر ان شاء الله باش يكون في القريب العاجل ان شاء الله باش يكونوا موجودين. هذا هو الاعضاء مختلفين. عندنا ما شاء الله 4 نساء معانا و3 رجال مختلفه، من موظفين، من ناشطين، من المجتمع المدني، من جمعيات، يعني يقولوا نحن كوكتيل من المجتمع. والله ان شاء الله مازلنا في البدايه، ان شاء الله فما برنامج نتاع تمويل، فما عندنا برنامج نتاع برشا برامج، ان شاء الله بقدره الله فما تمويل ان شاء الله. نحن عندنا برنامج نتاع مهرجان وادي الليل ان شاء الله، وعندنا عده انشطه اخرى على طول العام، مش مربوطين يعني بالمهرجان ونقفوا غادي، لا نحن باش نخدموا على طول العام، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواق. الانخراطات مفتوحة على الناس كل، ماذا بينا نحن الناس كل تنخرط معنا في الجمعية، وعليش ليه نزيد ونجيبوا الكفاءات اللي بشتكون هي بشتعاوننا برشا في الجمعية. الانخراط بالقانون الأساسي يبدأ من 13 سنة ونحن ماشيين، وبش يكونوا أعضاء زيادة معنا، فعنا برشا أعضاء أخرين إن شاء الله نكونوا بش نقدموا الإفادة للمنطقة. نحن التوجه متاعنا باش يكون ساعه باش نبداو مبدئيا باش نبداو بالمحلي، نبداو نخدموا بالمحلي. معتمديه وادي الليل فيها 7 عمادات، باش تكون منفتحه على 7 عمادات، من بعدها باش نبداو نتوجهوا بشوي بشوي على الجهوي، وان شاء الله علاش لا نوصلوا للوطن. الافتتاح هي الليله، عندنا سهريه الافتتاح والاعلان الرسمي كما قلنا على الانطلاق الفعلي للجمعيه بعد ما خدينا التراخيص متاعنا. وان شاء الله كما قلت فما برشا برامج. انت مغروم بالعمل الجمعياتي؟ مغروم، وانا بطبيعتي ناشط في المجتمع المدني وناشط في عده جمعيات. هذاك علاش اخترنا في مجموعه معانا، باش اخترنا المجموعه هذه باش نكونوا نحن عندنا كما نقولوا فيها، عندنا برشا شباب قاعد ضايع، قلنا علاش ليه كوننا جمعيه هذه بالاساس باش نلموا الشباب هذاك وباش ينشطوا معنا في صلب الجمعيه.